A manufacturer makes 7.9 million memory chips per year. Each chip takes 0.4 minutes of direct labor at the rate of $8 per year. بياخد منه في الشيب الواحدة 0.4 minute. نقدر نحسب المينتس الكلية نقسمها على 60 بالساعات ونضربها في تكلفة الساعة. The overhead costs are estimated at $11 per direct labor hour. كمان كل ساعة بتكلفني direct labor 11. ده overhead. يعني overhead لكل ساعة direct. Will a new process will reduce. Reduce يعني ده يبقى في ربح ليا. The unit production time by 0.01 minutes. يبقى ده اللي هستفيده ان هو هيقلل لي ب 0.01 من ال 0.4. If the overhead cost will be reduced برضو هستفيد 5.5 for each hour by which total direct hours are reduced. طيب what is the maximum amount you will pay for the new process؟ يعني اللي اكسبه اقدر احطه في الماكينة. Assume the new process must pay for itself by the end of first year. لو نحسب عدد الساعات نقول كده ال hours هتساوي 7، لا ده مش دولارز، 7 ده عدد على او ضرب الاول بوينت 4، لا ده نقول كده بوينت او احسن، ده اللي هيتوفر على 60. نقول كده hours saved هيساوي دي الساعات اللي هوفرها، لان هو بيقول لي will reduce، يبقى هوفر 7.9 اي 6 في 0.01 على 60. دي عدد ساعات انا هكسبها، 1 3 1 6 7، نقول 7 hours، برضو مفيش دولارات. يبقى احنا دلوقتي هنوفر عدد الساعات دي بالماكينة الجديدة. طب ده هيوفر لي ايه؟ هيوفر لي نفس عدد الساعات دي ضرب 8، لان الساعة بتكلفني 8، وهيقلل لي الكوست من 11 بقيمة 5.5، يعني هيخليها 6.5، بس الناس جاية 6.5 كده هندفع 6.5. احنا هنوفر 5.5 وهنوفر الساعات دي ضرب 8، يبقى الاماونت سيف قد ايه؟ الاماونت سيفت، انا بتكلم على الفلوس اللي هتتوفر لي. هيوفر لي 1 3 1 7 ضرب 8 دولار، وهيوفر لي 1 3 1 7 ضرب 5.5 دولار. بالكم انا بقول ايه؟ بحسب التوفير. طبعا التوفير ده اقدر ادفعه للماكينة الجديدة، يبقى الرقم ده هضربه فيه مرة 8 ومرة 5.5، يبقى هوفر 1 7 17 1 7 7 5. يبقى احنا وفرنا عدد ساعات 1317، ده خلاني اوفر من التكلفة، لان الساعة الواحدة بتكلفني في العمالة 8 الرقم ده، وكمان خلى التكلفة من 11 تنزل ل 5.5، يعني ده اللي كسبته لكل ساعة في عدد الساعات اهي، وده اللي وفرت. فالاجمالي ده هربحه اخر السنة والمكنة تبقى بتاعتي بقى. فلو الرقم ده موجود او فعلا موجود اهو، يبقى اقدر ادفع الرقم ده للماكينة، ويبقى اخر السنة وفرت المبلغ كاملا اللي انا اشتريته بيه.